ينضم إلي من برشلونة الصحفي الرياضي يوسف التمسماني. يوسف، أولا أرحب بك على شاشة القاهرة. مباريات مختلفة في الأولمبياد، يعني المباراة المرتقبة الآن بين المنتخب المصري وباراغواي في ربع النهائي، كيف تقيمها؟ أهلا عزيزي، تحية طيبة لك ولكل مشاهدينا الأعزاء. صراحة يعني ستكون مباراة محتدمة بشكل كبير جدا، منتخبين يلعبان يعني باندفاع بدني كبير جدا، يتوفران على لاعبين يعني ذو مهارات عالية وكذلك ذو لياقة بدنية عالية جدا. سنرى يعني اصطدامات، سنرى كرات بينية، سنرى يعني بالتأكيد يعني كروت صفراء ومخالفات عديدة، وربما هذه الحدة ستمتد حتى إلى ربما أشواط إضافية أو حتى إلى ركلات ترجيحية. أظن أنها ستكون يعني لا تليق بأصحاب القلوب الضعيفة. مباراة ستكون يعني من القمة من الاندفاع البدني. المنتخب المصري مستعد نفسيا بعد التعادل الأول أمام منتخب الدومينيكان، فيعني المباراتان الأخيرتان وخصوصا مباراة إسبانيا يعني المنتخب المصري استطاع أن يتغلب أداء ونتيجة على منتخب الماتادور وترك انطباعا جميل جدا. فأظن أن المنتخب المصري تخلص من الضغط النفسي وأنه الآن سيلعب بأريحية، خصوصا وأنه يعني طعم وسط الميدان بلاعب ذو خبرة كبيرة مثل النني الذي أدى مباراة جميلة جدا ضد المنتخب المصري المنتخب الإسباني عفوا. نعم. فأظن أن المنتخب المصري يعني لديه كل الحظوظ للتأهل إلى مباراة النصف. يوسف، تحدث أن ربما المباراة تكون صراع في المجهود البدني والجميع سوف يندفع في البداية، وأيضا تتوقع أن يمتد إلى شوط ثالث ورابع أو أشواط إضافية، يعني كما نقول، من الذي يمتلك المؤهلات بدنيا أكثر أيا من المنتخبين؟ من الناحية البدنية يعني من كل الجوانب، سواء من الناحية التكتيكية أو التقنية لكل اللاعبين أو كذلك من الناحية البدنية وحتى من ناحية الاستعداد الذهني، المنتخبان متكافئان بشكل كبير. المنتخب المصري ما ربما ما يميزه أو تلك النقطة الإضافية هي تخلصه من الضغط. الآن المنتخب المصري لا ضغط أمامه، ليست هناك يعني أي ضغوطات لا من الرأي العام ولا من الصحافة، لأنه استطاع أن يتأهل إلى الدور الربع. فالآن وبعد يعني انتصاره أمام المنتخب الإسباني، فأظن أن اللاعبين سيكونون أكثر أريحية وسنرى ربما مراوغات وسنرى انسلالات من الأجنحة، لأن اللاعبين سيكونون قد تخلصوا من ذلك الضغط وتخلصوا كذلك من هاجس الإخفاق. نعم، قبل أن نتحول إلى مباراة المغرب وأمريكا أيضا في ربع النهائي، إن كنت تريد أن تلعب لعبة التوقعات، ما هي توقعاتك لهذه المباراة؟ أنا أظن أن المنتخب المصري سيتأهل إما في الأشواط الإضافية أو بضربات الترجيح، لكن بالتأكيد ستبقى لدينا هذه المباراة كمباراة تاريخية بالنسبة لكرة القدم المصرية لأنها ستكون مشوقة بشكل كبير. إذن يوسف، حولنا إلى المباراة الأخرى التي تلعب على الشاطئ المواجه، وهي مباراة أيضا مرتقبة. الفريق المغربي فريق عربي أدى أداء رائع الفترة المنتهية، وأيضا منتخب أمريكا معروف بأنه لديه مميزات كبيرة، كيف ترى هذه المباراة هي الأخرى؟ الأسود ضد العمصام. أظن أن المنتخب المغربي استأسد على منتخب العراق بعد ذلك الإخفاق في الدقائق الأخيرة أمام منتخب أوكرانيا، مباراة كانت يعني في المتناول، لكن للأسف بعض التغييرات وهوس المدرب يعني ربما سكيتيوي يعني هو الذي أدى إلى تلك النتيجة، لكن المنتخب المغربي استطاع أن يتدارك الموقف، استطاع أن يتعلم من أخطائه أمام أوكرانيا وغير الخطة تماما. شاهدنا يعني أن المنتخب المغربي لعب بالبلوك العالي، يعني الضغط في مناطق الخصم، لم يترك المنتخب العراقي يخرج الكرة يعني بتمريرات قصيرة، بل أرغمه على التمريرات الطويلة، وهذا ما منع المنتخب العراقي من الاستحواذ على الكرة. كذلك شاهدنا
فعالية كبيرة جدا خصوصا في الشوط الأول، 4 تسديدات للمرمى منها 3 أهداف، أهداف خرافية مثل هدف الزلزولي الذي تخلص كذلك على غرار المنتخب المصري، تخلص من الضغط الذي كان عليه، انتقادات كثيرة من الجمهور ومن الصحافة المغربية. نعم. فيعني سجل هدفا ربما يكون هو الأروع في هذه الدورة، فأظن أن العم صام يعني سيذوق الأمرين من المنتخب المغربي، خصوصا إذا لعب المنتخب المغربي بنفس الخطة التي واجهها بها المنتخب العراقي. لكن حذاري، الأمريكيون طويلو القامة، يجيدون الكرات الثابتة، يعني التسجيل بالرأسيات من خلال الزاويات الركنيات أو الأخطاء الجانبية، فربما هذه هي نقطة قوتهم، وعلى المنتخب المغربي أن يعتمد على القامات الطويلة مثل ريتشاردسون إلى آخره في الدفاع. توقعاتك أخيرا لهذه المباراة من حيث الأهداف؟ طبعا إذا مرت مصر يجب على المغرب أن تمر. سنقول أن المنتخبين العربيين سيمران إلى الدور التالي، وأظن أن المنتخب المغربي سينهي مباراته قبل الأشواط الإضافية، يعني في 90 دقيقة، أو اللهم إذا يعني أصيب الحكم مرة أخرى بهوس كذلك وأضاف 10 دقائق أو 15 دقيقة. لكن أظن أن الجمهور سيكون عاملا أساسيا، المنتخب المغربي وكأنه يلعب على أرضه وأمام جمهوره، دائما جمهور غفير يسانده بهتاف سير 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 كما العادة منذ قطر. فأظن أن المنتخب المغربي سينهي مباراته وسيحسم تأهيله في 90 دقيقة أو بعد الوقت الإضافي. نعم، من برشلونة الصحفي الرياضي يوسف التمسماني، يعني أشكرك على هذا التحليل والتوقع.